يعني حضرتك بتدري ربح من اللي بتعمليه فبتقدري تصرفي عليه؟ ان انا يعني ان انا افضل فاتحه ده كرم من عند ربنا رغم الظروف اللي احنا كلنا بنمر بيها. يعني حضرتك اكيد من 2010 او 2011 السوق كله اختلف. خلينا نقول احنا منطقه سياحيه كان بيجي لنا افواج سياحيه كتير طبعا لغايه 2010 2011 شويه. بعد 2011 12 13 بدا المعدل شويه بيقل مع اننا كنا برضو في الاوقات دي كنا بنصدر. يعني وصلنا ان احنا بقى معتمدين على شغلنا بنصدره تصدير كمان مش السوق المحلي بس. لا 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 تصدير لفين؟ المانيا ايطاليا امريكا. لا استاذه ايناس انت بتكلميني على دول الصناعه فيها مرعبه. يعني انت لو بتتكلمي على المانيا على امريكا ده وايطاليا ده سوق بينتقي قوي سوق فاهم كويس جدا وسوق بيدور على الجوده. طبعا التصدير ده تحدي ان انت تبقي تدخلي السوق زي ما قلنا ان هو طبعا كان الاساس في ان احنا بنعمل حاجه متميزه. يعني ما فيش زينا في مصر والشرق الاوسط. يعني ده اللي عايزه اقوله برضه ان ما فيش حد بيدور المخلفات الزراعيه بيصنع منها ورق يدوي الا مؤسسه النفاذه. بس فده كان لازم دي مسؤوليه كبيره ان انا لازم احافظ على جوده الورق جوده المنتج وفينش بتاعه. الفينشنج طبعا معروف المصريين ان هم بالاخر دقيقه الفينشنج بتاعهم مش قوي في كل حاجه فبيبوظ الحاجه معناها تبقى جميله جدا وقيمه جدا للاسف. ده اللي كنا بنحرص عليه. يعني ممكن حضرتك تشوفي كل منتج عندنا احنا عندنا حوالي 120 منتج غير الورق. منتج كمسمى منتج يعني من علبه لمقاسات لشنط لنوت لشابوهات كل المنتجات دي فوق ال 120 منتج.